ازيكم عاملين ايه؟ هنكمل بقية الاحداث مع بعض. وقفنا لغاية ان خرج ربنا ادم وحواء من الجنة لانهم غلطوا، طردهم ربنا من محضره، وربنا اقام لهيب سيف متقلب وقال لهم ان هما يطلعوا بره الجنة عدن لانهم وقعوا في الغلط. وقتها انجبت حواء وادم وعملوا عيلة، انجبوا ابنهم الاول اللي هو سموه قايين، وده كان شغال فلاح في الارض، وكمان انجبوا هابيل وكان راعي غنم. وبعد كده ما صرش ربنا بقربان قايين، فاتغاظ جدا قايين من اخوه، لكن ربنا قال له ان احسنت افلم تكن تقبل، يعني لو هي كانت حلوة كانت اتقبلت على طول لو كنت انت مقدمها حلو. فضل قايين غضبان جدا من اخوه، وحصل ان كان في الحقل ان قايين قتل اخوه. استنى ان هو مش واخد باله وجه من وراه وقتله. فجي ربنا وقال لقايين اين هابيل اخوك؟ فجذب قايين وقال انا معرفش حاجة عن اخويا، احارس انا لاخي؟ وعاقب ربنا قايين وخلاه مش قادر على فلاحة الارض وهرب. وخرج قايين من لدن الرب واتجوز من ابنة آدم وحواء وعملوا أسرة. في الوقت ده اتكسرت عائلة آدم وحواء بسرعة، وكان كل الناس في الوقت ده بيعيشوا عمر أطول من اللي بيحصل دلوقتي، يعني كانوا بيعيشوا سنين كتير. بعدين ولدوا ابن وسموه شيس، وقالت حواء وأعطاني الله شيس ليعوضني عن هابيل اللي مات. وكان شيس كان راجل تقي جدا، عاش 912 سنة وكان ليه أولاد كتير قوي قوي قوي. يبقى شيس ده حواء فكرته إن هو عوض ربنا عن هابيل. وكتر شر الناس جيل ورا جيل وناس ورا ناس كانوا عايشين في الأرض. وأخيرا قرر ربنا إن يمحو الجنس البشري كله بسبب الخطايا والحاجات الشريرة اللي كانوا بيعملوها، كل الحيوانات والطيور كمان. وحذر ربنا من كل الناس بسبب الشرور الكتير اللي كانوا بيعملوها. وكان في الوقت ده كان في راجل اسمه نوح، وده كان من نسل شيس. كان نوح ده كان راجل بار، وفضل نوح ماشي مع ربنا. هو كمان علم ولاده التلاتة طاعة ربنا، وربنا أعد خطة خاصة غريبة جدا، واستخدم نوح عشان الخطة دي لخلاص كل البشر. وكان نوح ده كان عنده 3 ولاد، والتلاتة كانوا متجوزين، يعني عيلة نوح كانت متكونة من هو ومراته وتلاتة ولاده متجوزين 3. يا ترى عيلة نوح الوحيدة الكويسة دي ايه اللي هيحصل معاها؟ وايه هي الخطة الغريبة اللي ربنا اعدها لنوح؟ ويا ترى ازاي ربنا هيخلص من الشر اللي موجود في البلد؟ عاوزين نعرف؟ استنوني المرة الجاية نكمل الأحداث مع بعض.